تاخذ الجوال وتشوف الرسائل، روح او روحي على اليمين، اذا ما حتشوف الرسائل روح على اليسار. الله كلنا نفتش نقلب. اي والله ما سيبه وما فتش، والله ما سيبه بحكم القوامة الرجال. لو هي شافت رسائل ممكن تشوف جوالك؟ ممكن تشوف. اوكي، فما له علاقه بالقوامه يعني، هي بحكم الفضول عندها تشوف. فاوكي من الطرفين، بس هي من ناحيه الرجل هتبقى من قوامه اكتر. لو ما بحب جوزي ما حشوف. لو ما تحبي زوجك ربطي الحب العكس، ان الاهتمام والحب حيصير فيه غيره. ما ادري يمكن اغير. بتغيري هنا لسه ما بدينا حتى، هتغيري؟ لسه ما اتجوزت. تحسي مالك دخل؟ اقدر الخصوصيه، يعني شيء خاص فيه وانا اثق بالشخص اللي معايا. فالمبدأ الأساسي اللي منه جاء قرارك هو مبدأ الخصوصية. خليه دائما خايف، لو عرف إن أنا اكتشفت خلاص حيلعب على المكشوف. أنا بثق في شريك حياتي، فخلاص واثقة في نفسي من قبلها. بس أنا ممكن أعمل حاجة، يعني أنا ممكن أخده وأجيبه له وأقول له افتحه قدامي. أيوة تفضل وريني. يعني لكن أنا أفتح لا، هو الفضول حيكون آكلني أكثر شيء. هو فضول. فضول. طيب فهنا يقول لك الفضول ينزع الثقة. هتفضل طول حياتك غيران. فحنلاحظ إنه أحياناً حتى المبدأ واحد ولكن تعريفه مختلف. فهم الاثنين يعني اختلفوا في تعريف الحب والاهتمام. يعني فريق قال إنه من ضمن الحب والاهتمام إني أشوف الجوال حقه لو ضرب أو رن، والتانيين قالوا لا، إنه من تعريف الحب والاهتمام إنه أدي له خصوصيته، ما أتدخل. فحتى المبدأ واحد، الكلمة واحدة، فهمي لها غير فهمك، وبالتالي يعقد الأمور أكثر وأكثر ويفهمنا أكثر وأكثر ليه في اختلافات بين الناس. قد يكون شيء اضطراري وهي ما هي جنب الجوال. يا حريص أنت. كيف يا معلم؟ خايفة. حريص على سلامتها. إني عشان أنا بحبه حطلنا، يعني إني خايفة على بيتي، فلأن هو بحكي له كل حاجة وأنا بحكي له كل شيء. طيب أوكي خلاص، أنا أحكي له هذا بإرادتي وهو يحكي لي اللي هو يبغاه. ولا أحد منكم راضي يعترف إنه في جانب شك في الموضوع؟ لا، كل واحد قاعد يحط أسماء. يعني فضول، حب، اهتمام. إحنا غريزة الشرق الغيرة. ما هي الغيرة معناها شك. في أحد ما بغار؟ أنا وريني، لكن في حال انه جات رسائل ما اتدخل، لكن اشارك حياتي معاه في اي شيء ثاني. معلش انا اعلق تعليق على موضوع الزواج، انا ما كنت ناوي ادخل في المواضيع اللي حنتكلم عنها ولكن احنا ما احنا مع راي صح او غلط، ما في صح وغلط، ولكن في موضوع الزواج تحديدا اهم 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 حاجه في موضوع مثلا اللي طرحناه الجوالات، هو انه يحصل تفاهم قبل الزواج. ما في صح وغلط، اشوف جوال شريك حياتي ولا ما اشوف، معتمد على اتفاق الطرفين. يعني الاثنين لو دخلوا على الزواج مره مهم تتكلموا في الأمور دي. ما بي هذه المشكلة في الزواج، مشكلة أنه بندخل على الزواج بدون ما نتكلم في المسائل دي. فمرة مهم يطرح هذا الموضوع، جوالاتنا مفتوحة، تشوف جوالي وأشوف جوالك أي وقت عادي، ويتفقوا يتزوجوا على كده ولا لا من الأول. متى تحصل المشاكل؟ لما ما يكون في الاتفاق، ما اتفقوا أصلا، فواحد شايف أنه من حقي أنا أشوف مثلا، أو العكس هي شايفة من حقي أشوف، وهو شايف لا في خصوصية.